ما شاء الله. كلمة هجرة الكفاءات المصرية للخارج اللي هو عنوان معرض الهجرة النهارده ريتش اميجريشن ده ما خضكش هجرة الكفاءات؟ يعني انت فرحان والكفاءات بتهاجر كده وبتمشي وتسيب البلد؟ اه انت ما تقدرتش جوه بلدك هتعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي بينك وبينهم بره مسافة كبيرة، انت هتروح تتعلم وتشتغل وتدي لنفسك البوزيشن بتاعك وتكسب فلوس. طب انت سالتهم هل في فرصه عمل في كندا او في استراليا او في نيوزيلندا؟ بص، هو سيلف امبلوي، يعني غالبا انت بتبقى عليك شغل حر او خاص وانت بتخلق نفسك كارير هناك، لكن هم مش ملتزمين يجيبوا لك، يوفروا لك، بس غالبا الميديا هناك بتوفر شغل، يعني مش هيك، يعني طالما خدت الجنسيه هتشتغل، ودي وظيفه من وظيفه الحكومات، لان الحكومه عندنا واقعه منها القصه دي، قسم يوظف كل الناس خدوا بروفيشنال كارير، خدوا وظيفه اكاديميه او خد شهاده بكالوريوس او دكتوراه ما اشتغلش. طب في مصريين كتير هاجروا كندا اعرفهم شخصيا وبيعانوا من الحياه في كندا اصلا. مش بص، الحياه هناك معاناه، وانا اعرف ناس كتير سافرت، بس المعاناه هناك لما تيجي تعاني هتتعب هتلاقي مقابل، هنا بتتعب غالبا ما بتلاقيش مقابل. عايز اعرف حضرتك عايز تهاجر ليه؟ سؤال كتير قوي، سؤال كبير كمان. بس هي كل الفكره في ان انا بس بفكر في المستقبل اكتر من اللازم، فلما فكرت في المستقبل اكتر من اللازم بصيت ان ايجيبت نفسها يعني مش هتفيدني بعد 40 سنه قدام. طبعا محدش عارف هو هيموت امتى، بس ايه لحد ما في اولاد في مدام بعد كده، طبعا كلها اكسبنسز، فانا مش هلاقي يغطي كل الكلام ده. انا كبني ادم شغال في موظف، موظف بنكي كمان، يعني بقبض تقريبا ليفل كويس، ما مش تعبان في حاجه، بس انا بفكر بعد كده بشوف الدنيا هتودي. انت مش مطمن على مستقبلك في مصر ولا انت بتدور على مستقبل افضل؟ سيبك من مستقبلي كده، كل مستقبل اطفالي بس. اه بس هو ده السبب الرئيسي، لان بعد كده هبص هلاقي في اديوكيشن لازم اعلمه. اكتشفت ان انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت في الجامعه. طيب جامعه ايه؟ جامعه حكوميه. اوكي بتطلع بره، انت من خريج ايه؟ خريج جامعه حكوميه. طب اوكي ايه الفرق ما بينك وبين حد مثلا خريج سي، خريج جامعه كنديه، خريج الناس دي كلها؟ لا فرق كبير قوي. انا عايز اعرف ليه حضرتك عايز تهاجر اصلا؟ الشباب كلهم عايزين يهاجروا، هم مش لاقيين فرصتهم هنا عادي. الفرص هنا بالنسبه للشباب معدومه، والتقدير بتاع البلد اللي احنا عايشين فيها برضه مفيش تقدير. احنا لو شايفين لو طلعنا بره التقدير هيبقى افضل. وانا ممكن اسالك انا ليه اقعد؟ يعني اقول لي سبب يخليني اقعد، انا اقول لك ليه انا عايز اهاجر يعني. طيب معرض الهجره دوت اسمه معرض هجره الكفاءات المصريه للخارج. تمام. فانت حضرتك كفاءه. تمام. في ايه بقى؟ انا مهندس خدمات بترول، وكنت شغال اوريدي بره مصر، ونزلت فتحت شركه هنا في مصر ومش عارف اعيش، فعايز ارجع بره مصر تاني. بس كده. طب ازاي حضرتك مش عارف تعيش وانت عندك شركه يعني؟ ازاي مش عارف اعيش وانا عندي شركه؟ الموضوع مش اكل وشرب بس، الموضوع اخلاق، والموضوع دراسه ومدارس وسلوكيات ناس في الشارع، عايز اربي ولادي في مجتمع يطلعهم بني ادمين في الاخر يعني. وشايف ان ده مستحيل في مصر؟ انا شايف ان هو يعني عشان نوصل لنص الناس اللي بره ولا 50 سنه يعني. عنوان المعرض هجرة الكفاءات المصرية للخارج، ده ما يزعلكش ان الكفاءات بتسيب مصر وتمشي؟ هو بيزعلني، بس هي مالهاش حل تاني، هي البلد ما عملتش حاجة للكفاءات عشان تقعد. هي بتطردها. هي البيئة طاردة أصلاً الكفاءات. حتى تلاقي كل الناس بره بتعلى فوق. اللي بيقعد هنا ما بيعملش حاجة. العدد الكبير اللي حضرتك شفته جوه بيحضر الندوات، ده أكبر دليل بقى على الكلام ده. حضرتك تفسر العدد ده بإيه؟ هو ده أكبر دليل على اللي أنا بقوله. الناس كلها عايزة تطلع بره البلد. ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.